الحقيقة هناك في تطريز جيد جيد جدا، ولكن نجد صعوبة في التسويق، وهذا طبعا نتيجة للحصار الخانق على قطاع غزة. ولو كانت المعابر مفتوحة كما كانت في السابق كان الإنتاج يصدر إلى الخارج أو يباع في الخارج، يقام معارض في المؤسسات في الضفة ونأخذ المطرزات والإنتاج يباع هناك ويرجع ريعه إلى الجمعية. أما في الوقت الحاضر بسبب الحصار طبعا كل التصدير متوقف، ونتيجة للحصار وللاقتصاد السيء لا نجد التسويق الجيد لبضاعتنا داخليا حتى، لأن الناس لا تملك النقد بحيث أنها تشتري مبيعات تطريز وهيك، تفضل الطعام والأكل والأشياء الأساسية عن الكماليات. لغزة نأمل أن تتحرر غزة وتفتح المعابر وتستقل وتكون اتصالاتها مع الحال العالم الخارجي بحرية، وليست لا عبر أنفة ولا أنها بحرية الاتصالات.